السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفة طبيعية وصحية وغير مكلفة. كيف ما كتشاهدوا الوصفة تاع اليوم ما فيهاش شي حاجة كثيرة، فيها كوي صغير في ماء الزهر الغذائي اللي كنتناولوه، ماء الزهر اللي كنصايبو به الحلوى وكنديرو في المواد الغذائية ديالنا، ماشي ماء الورد ديال التجميل. وكنأكد على هذه المعلومة، هذا الماء الزهر اللي كنقصد انا دابا ماء الزهر ديال التغذية، يعني كتلقى فيه غذائي، ماء الزهر غذائي في القارورة ديال الزاج. اليوم احبائي الاعزاء، الوصفه هذه مكونه كيف ما قلت لكم من ماء الزهر الغذائي. بالنسبه بزاف تاع النساء كيعانيو من الصغار ديال الحجم ديال الثدي ديالهم، يعني اللي بغاو يزيدوا في الحجم ديال الصدر ديالهم بشكل طبيعي. طريقه ديال استعمال هذه الوصفه هذه سهله احبائي الاعزاء، وتتبقى اختياريه لكل سيده. يعني تاخذوا كاس صغير ديال ماء الزهر الغذائي في هذا الحجم، هذا كاس صغير ديال ماء الزهر الغذائي، وغادي يبداو تناولوه يوميا في الصباح، يا اما مع الشاي دافي، يا اما مع الحليب دافي، يا اما الى قدرت تاخذوا هكاك ممكن تاخذوا مع معلقه تاع العسل صغيره ديال النحل. وتبع هذه الوصفه هذه باذن الله، غادي تشاهد انها الحجم ديال الثدي ديالها، يعني الصدر ديالها بدا كيتزاد بواحد الشكل طبيعي. هذه الوصفه هذه وصفه مجربه، والنتائج ديالها مضمونه. بالنسبه للناس اللي كيضرهم ماء الزهر الغذائي ما يتناولوش، اما بالنسبه للنساء اللي عادي ممكن ياكلوا ماء الزهر اللي كنطيبوا به وكنصايبوا به الحلويات، ممكن تتناولوا. الا بغيتوا احبائي الاعزاء تناولوه قبل الفطور ماشي مشكل، بغيتوا حتى تفطروا وتاكلوه ماشي مشكل. غير حاجه وحده نوصيكم عليها، وهو ان يعني كنأكد على معلومة، أن ماء الزهر الغذائي ماشي ماء الورد اللي كنستعملوه في التجميل. باش توصلكم المعلومة صحيحة أحبائي الأعزاء، داكشي علاش كررت الهضرة ديالي، كنعتذر. كنتمنى منكم أحبائي الأعزاء اللي عندها الثدي ديالها أو الصدر ديالها صغير وكتمنى أنه يزيد بواحد الشكل طبيعي، أنها تستعمل هذه الوصفة هذه يوميا قبل الفطور إلى استطاعت، أو لا من بعد أنها ما تفطر، في أي حاجة تكون دافية ماشي سخونة. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وتدعموني وتوقفوا معايا وتزيدوا تدعموني باش دائما يكون الجديد. وكنتمنى منكم ايضا ما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم والتشجيعات ديالكم، واللي ما مسجلش عندي في القناه ممكن يتسجل عندي، وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.